مع الأسف قتيل و15 جريح ليرتفع عدد ضحايا حوادث السير خلال شهر أيلول لامبارح 35 ضحية بالعام 2017 عفوا بالعام 2018 كانوا ضحايا السير 33 شخص، يعني تجاوزنا العدد هالسنه مع الاسف ب 35 ضحيه، وبعد عنا ثلاث ايام، بعد عنا اليوم 28 29 و30 19 ما في احصائيات ما في احصائيات كانوا ملهيين بغير شيء. شو لازم لا ب 2019 كانوا 40، ما عم اقول فات 2019 2019 كانوا 40، يعني هلا صرنا على 35، تعدينا سنتين، ان شاء الله ما نوصل لل 40. عنا 388 جريح لامبارح بحوادث السير و 290 حادث سير. وهلا صار وقت يخبرنا أليكسي نعمي مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني عن مهماتهم وحصيلة أرقامهم بالساعات الماضية. صباح الخير أليكسي. صباح النور يا سيدي العربي. أنت كمان تفضل. أكيد إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعت، في عندنا 28 حادث، 30 إصابة موزعين على بيروت، 6 حوادث، 6 إصابات، 2 حوادث، 10 إصابات، يبقى 6 حوادث، 3 إصابات، 8 حوادث، 8 إصابات، والجنوب أيضا 3 حوادث و 3 إصابات. بتتوزع عليها الحوادث بين دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب بتعود كلها للسرعة. بالنسبة للمهام اللي فيها فرع الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 256 مهمة موزعين على 151 حالة طوارئ، 51 نقل مريض عادي، و14 نقل مريض من المستشفى الأخرى. هذا بيزيد 24 ساعة اللي قطعوا. مرسي لك أليكسي، مرسي لك كل عناصر الصليب الأحمر منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية. إلى فقرة مناطق، وأكيد فتح الخط على 01-491-702، الخط لكم، تفضلوا مناطق. بمناطق أيضا كمان اليوم